سلام عليك. يلا بقى نحضر مع بعض الويك الولادي. في ناس كتير تعرفها وفي ناس كتير متعرفهاش. هقول لكم ازاي هنعملها النهاردة بطريقتنا احنا كصعايدة. بنعملها بطريقة وفي ناس بتعملها بطريقة تانية مختلفة خالص. اللي جربها يقول لي رأيه، واللي مجربهوش برضه يجربها ويقول لي رأيه. هنا جبت اول حاجة الويكة، هبدأ اقلمها كده كلها. هشيل الراس بتاعتها وهقلمها كده كلها في الاول. انا هنا مستخدمه نص كيلو سعيدة بس اللي ممكن تعرفها. في ناس من برضو مصريين ما بتعملهاش بالطريقة ديت، فقولولي في الكومنتات انت ازاي بتعملوها بالطريقة ديت. بس قبل ما نبدأ لازم تسمي الله وتصلي على الرسول وتنزل الشركة في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. هنا كده بقلم كل الكمية اللي معايا زي ما انت شايفين كده. انا معلمتها ازاي وقطعتها، كمان غسلتها كويس وقطعتها زي ما انتوا شايفينها كده. احط ما يتغلى على النار. هنا بقى بعد الماء ما غلت نزلت بالويكة. اقول كده انها تبدأ تغلي، تغلي غلوتين ثلاثة وبعد كده انزلها على طول. هنا بعد ما غلت معايا هطلعها صفيها كويس قوي واغسلها بماء ساعة، وبعد كده هوريكم هعمل ايه كمان. ما ينفعش تطول اكتر من كده عشان متحمرش معاكي وتبيض. كمان لما نحط عليها شوربه لازم تكون خضره، تاخد غلوتين ثلاثه بس، ما ينفعش تستوي اكتر. يعني كل شويه نشوفها استوت ولا لسه. احنا مش عايزينها تستوي اكتر، احنا عايزينها 5 دقايق على النار مش اكتر ولا اقل. هنا بعد ما غسلتها بميه ساقعه شايفين لونها خضر جدا من غير ما حطينا فيه اي حاجه خالص، مدرج ما غليناها بس. هنا نجيب بقى الخلاط معانا. اللي مش حابب الخلاط لو عنده كب ممكن يعمل برضو في الكب، الاتنين ينفع. نزلت بالبامية وعليهم نص كوباية من المية، هفرمهم كويس واضربهم 3 4 ضربات في الخلاط. انا مش عايزة الويكة تلعب معايا قوي ولا كمان يكون خشن. انا هنا جبت حلة ونزلت فيها ب3 كوب من الشوربة. نزلت بالبامية كلها وعليها نص معلقة من الثوم الاخضر. هفضل اقلب بقى كله لحد ما القوام كله يتمسك معايا. وكده الويكه مظبوطه معايا جدا، مش خفيفه ولا تقيله. هو ده القوام المظبوط لعمل الويكه، ولونها كمان حلو ومخضر معايا جدا، ولا بيضت معايا ولا اسودت كمان. هو ده اللون اللي احنا عايزين لعمل الويكه، وكمان من جوه ما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجه خالص. هنجيب طاسه. هنا نزلت بمعلقتين من الزبده ومعلقة من الثوم المهروس. هفضل اقلبهم لحد ما يحمروا معايا. كده اول ما احمروا معايا نزلت بيهم الويك على طول. جربوها تعجبكم جدا زي الملوخية. والويكة برضو فيها عرق زي الملوخية بالظبط. بس كده خلصنا الويكة بتاعتنا، هقدمها لكم. شايفين شكلها؟ جربوها بالعش الشمس حلوة جدا. اللي ما جربوها زي ما قلتلكوا جربوها هتعجبكوا جدا، وقولوا لي رأيكوا في الكومنتات. طبعا الصعايدة كلها عارفينها، المصريين في كتير منها عارفينها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، تسيبوا عليه اشتراك واشوفكوا تاني في فيديو جديد.